يلخص النباشون بقصصهم أحوال مدينة أجبرتهم على المجازفة بطفولتهم في سبيل تأمين لقمة العيش. دمشق بالنسبة لهم أصبحت كأم تفرق بين أبنائها، وذاك الفضاء المكاني الجديد لرواية البؤساء العالمية. اتساع دائرة الفقر والجوع في عموم سوريا أفرزت معها ظواهر اجتماعية قاسية تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، كظاهرتي نبش القمامة والتسول. مصادر محلية قالت لتلفزيون سوريا إن النظام يعمل على استغلال هذه الظواهر لرفت خزينته وجيوب المتنفذين عبر إدارتها بشكل دقيق ومنظم تحت إشراف ضباط من المخابرات الجوية. المصادر أضافت أن النظام بدأ بملاحقة النباشين واعتقال العشرات منهم في دمشق منذ مطلع عام 2022، حتى أجبرتهم على العمل تحت إشراف معتمدي المنشآت الخاصة بإعادة تدوير النفايات التي يتم جمعها، كما تحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام أنها بصدد إعداد مسودة قانون خاص لمكافحة التسول وتحديد الجهات المسؤولة عنها. يحاول النظام من خلال تصريحات المسؤولين تقديم ظاهرتي التسول ونبش القمامة على أساس أنها مهنة بات العديد من السوريين يسترزقون منها بمبالغ كبيرة، وهو بالمقابل يعمل على ردعها عبر القوانين والإجراءات، هذا في العلن. أما في الخفاء فهو يستغل حاجة الفقراء من السكان ويدير المشهد المأساوي عبر مافيات بدلا من القيام بدوره كدولة بين مزدوجين وتحسين الوضع المعيشي للسكان.